طب ما خلاص نقبل الجرمان يجوا يكسروه، وريني انت تمثال المسيح هيعمل ايه، زي ما انا الشجره المقدسه ما عملتش حاجه، لكن هو مجرد اتهامات. فاذا تحقير الهه الاخرين وعبادتهم، بالاضافه تصور العوالم الشعوب من خلال شخص مؤسس طبعا طريقه الافكار القبليه دي، وان هم هذا الجنس ده لازم يعادينا واحنا لازم نعاديه والعداء بيننا الى الابد، ليه؟ عشان هم ليهم قصه بنحكيها خرافيه. ده اساسه مين؟ اساسه اليهود اللي عانى منه اليهود واللي تشربوه المسيحيين والمسلمين، لان كلهم ثلاثه اديان، ثلاثه طوائف في دين واحد. ثلاثه في واحد زي هيدا شولدرز كده. ايوه. طيب يا استاذ، ليه بقى يعني هل ذكر التاريخ ان كان في اصحاب دين او 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 طائفه موجوده كانت بتضطهد نفس اضطهاد اليهود، ولا اليهود هم اكتر شعب تم اضطهاده عبر التاريخ؟ احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان اضطهادهم كان منهم فيهم، هم اللي كانوا بيضطهدوا بعض، وكانت مذاهب وملل. ده لما كانت لهم دوله في فلسطين كان في اضطهادات بينهم وتحقير بينهم والعداء اللي بينهم ده كان موجود. تمام. طب فيما بعد، هل هم بس اللي اشتهر عنهم تاريخيا ان هم الوحيدين اللي كانوا بيضطهدوا في العالم، وليه؟ لا طبعا مش هم الوحيدين، يعني حتى احنا لما بنيجي نتكلم عن هتلر النازي مثلا هنلاقي ان هو صح قتل منهم اعداد كبيره جدا، قتل في حدود 6 مليون يهودي، يعني عدد رهيب جدا بطريقه في منتهى الوحشيه والغباء. هنلاقي ان هو برضو قتل هتلر من المثليين، بس ما حدش بيتكلم عنهم كتير على اساس ان هم كانوا من ضحايا، لان كانت في كل اوروبا كان المثليين كانوا بيخوزقوهم وبيحرقوهم وكلام زي كده، يعني تاريخ طويل من اضطهاد المثليين، يعني معاصر وده مع المسيحيه، وده برضو من اليهوديه، لان في اليهوديه نفسها بتقول ايه، اذا يعني اضطجع رجل مع رجل، مضاجعه يعني مضاجعه امراه، ها يقتل دمهم على رؤوسهم. فاللي حط تشريع قتل المثليين كان برضو موجود في التوراه، اللي هو هيستمر مع المسيحية، لأن هو المسيحية ايه، ما احنا قلنا بنت اليهودية، هيستمر لحد القرن ال 18 آخر حالة شخص حرقوه، أو يعني بس كانوا قتلوه الأول، وبعد كده في إنجلترا بيت 10 سنين، ده في آخر القرن ال 19 وكده، هو يعني تاريخ من الاضطهاد للمثليين لم يعرفه العالم قبل الديانات الإبراهيمية، قبل اليهودية ده. وفي كمان الزيجان اللي هم بيسموهم الغاكر، وفي المعاقين قتلهم هتلر النازي، وفي مثلا جماعات زي مثلا جماعات اللي هو والشيوعيين قتلهم بس طبعا كانت اعدادهم اقل بكثير. ولكن بالنسبه للغجر، لو احنا شفنا، لان الغجر مش كتار، العدد اللي قتله هتلر كنسبه مئويه يعتبر كبير، يعني لما يكون في مثلا شعب 100,000، لما انت تقتلي منه 50,000 يبقى انت قتلت نصهم كتير، لكن لما يكون في شعب مثلا يعني 100 مليون، لما انت تقتلي منهم 3 مليون مثلا اكبر، وعدد ضخم جدا وكده هو. لكن المهم، طب ف كانت في، لو احنا رجعنا القصه من البدايه وخلينا نشوف مع اليهود، وليه اليهود بالذات نالهم الحظ الأكبر من الاضطهاد، وإن كان إن إحنا لا نغفل إن في شعوب تانية لأسباب إن هم بطبيعتهم مختلفة، السود اللي لون بشرتهم، والاحتياج برضو الاقتصادي لعمال شداد، لأن بتوع أمريكا اللاتينية كانوا يكاد المسيحيين لما دخلوا هناك إن هم يقضوا عليهم، لأنهم لم يتحملوا العمل الشاق اللي كان مطلوب منهم، زاد ان هم لقوا ان هم مستضعفين فبداوا يبطلوا يجيبوا عيال، فكادوا ان ينقرضوا، لغايه ما الكنيسه بدات تحسن، يعني توصي بتحسين معامله السكان الاصليين للامريكتين، بل كانت في قضيه كبيره اللي هي حوالين حل الشخص بتاع السكان الاصليين لامريكا اللاتينيه، للأمريكتين يعني مش بس اللاتينية الجنوبية، للأمريكتين السكان الأصليين بيسموه الهنود الحمر. الهنود الحمر. هل دول لهم نفس بشرية ولا دول في مرتبة الحيوانات؟ يا خبر أبيض.
في ده شهيرة جدا اسمه النقاش لديسبيوت دو فيلدوف او حاجة زي كده، هو اللي هو في بارتليمي لاس كازاس، ده كان اعتقد من الدومينيكان، واللي هو عاش وشاف معاناتهم واللي حمل القضية بتاعتهم وتعمل مجمع، وكان بيقول دول بشر. فقالوا لهم طب ماشي، بس هما لما نعمل نكتة بيضحكوا زينا؟ ده ما بيضحكوش، لان جابوه مهرج بيضحك، ما بيضحكوش، مش بشر زينا. كان في صراع حوالين دول بشر ولا مش بشر، انتهينا ان هم بشر، ولكن ده فتح المجال ان احنا نجيب ناس تانية سود من افريقيا، فبدأت تجارة السود. وتجارة السود برضو عشان في الناس اللي بتقول الغرب الحقير اللي عمل اللي عمل، طبعا تجارة السود كانت العرب اول العبيد، والسود كانت مش هقول أسوأ عشان احنا هنا مش في مجال الأسوأ، وهنقول في نفس المستوى، لكن كانت عندهم حاجة زي الزفت العرب ما عرفوهاش الغرب، هي ان هم يخصوا، وبالخصي ده بيعيش، ممكن يعيش في كل مثلا سبعة يعيش منهم، او يعني في كل 10 يعيش منهم سبعة بس اللي بيعيش، او ممكن يكون اقل من كده، هو على حسب بتتعمل ازاي وطريقة الخصي. هل بسبب عملية الخصي دي؟ ليه؟ عشان يبقى، عشان عندهم حريم، في الغرب ما كانش عندهم حريم، فكان في حاجة للحريم عشان الحرام لك والكلام ده كله، تمام. فكانت يعني اهدي ما عرفهاش الغرب، اهدي برضو من الابداعات الشرقيه. فيعني ما فيش اي واحد يطلع يستغل اللي انا بقوله عشان يفخم من ذاته المريضه او شعبه او دينه، ده انا لا يمكن الا ان انا احتقره. كلنا ابناء قتل وسفاحين ومجرمين، لا استثني شعب كان يملك القوه وما غزاش ودمر في مرحله من مراحله، لكن اكيد لما بيكون في ثقافة أعلى الأمور بتختلف نسبيا، ولكن كلنا أبناء تجربة إنسانية خرجنا من القردة العليا ودينا بنرتقي. جاتت الأديان والأيديولوجيات والشوفونية القومية والنظريات العرقية الخاطئة اللي يعني كان ممكن نبقى أفضل من كده بكتير، واللي احنا لغاية النهاردة في صراع معها. أدي فتح المجال للسود، فمش بقول بس اليهود، ولكن اليهود حالة تستحق الدراسة. ليه؟ لأنه أول حاجة كانت في يهوديات، حتى في كتاب ممتاز لواحد اسمه أرنولد أبي كاسيس، ده لسه صدره من 3 سنين بس، 2019 و2020، الكتاب عن اسمه يسوع افون لكريست، يسوع قبل المسيح. فبيتكلم عن الفترة دي بشكل جيد جدا، هو انه احنا اتكلمنا في القرن الاول قبل دمار الهيكل، كان في فريسيين وكان في صدقيين وكان في اسينيين وكان في الزيلوت الغيورين وكان في وكان في وكان في وكان في، لحد ما حصلت مواجهة مع الرومان اتكسر فيها اليهود ودمر الهيكل، وبالتالي مع دمار الهيكل راحوا الصدقيين والأسينيين اللي كانوا بيعيشوا حياة شبه رهبانية عند منطقة وادي قمران اللي اكتشفنا فيها مخطوطات البحر الميت ابتداء من 1970 بالضبط، دول شاركوا في الحرب لأنه كانوا متوقعين الحالة الخراب النهائية وعودة المسيح منتصر أو عودة الملك لإسرائيل، نفس الشيء اللي كان بيقوله المسيح، حالة من الخراب والفوضى والزلازل وتسمعون أخبار حروب، هنا اعلموا أن خلاصكم قريب، لما بيسألوه عن إمتى موعد مجيئك وإقامة مملكة إسرائيل مرة تانية. نفس ده في ناس كانت بتؤمن بنفس الشيء اسمهم الأسينيين، فهيشاركوا في الحرب، اعتبروا دي علامة، فلازم يشاركوا في الحرب النهائية اللي هتفصل ما بين الخير والشر، ودي قصة جاية من الزرادشتيين، فهيشاركوا فيها، فهينتهي كده عندنا الصدقيين اللي هم كانوا الكهنة، وبينتهي الأسينيين وبينتهي الغيوريين. مين اللي بيفضل؟ أشكال مختلفة من الجماعة الفريسيين والكتبة اللي هم بعدين هيجوا في مجمع يمنة في حدود 95% ميلادية، هيعملوا التناخ اللي هو عند المسيحيين يعتبر العهد القديم، هيقبلوا كتب ويرفضوا كتب، وبعد كده هيبدأ من القرن الثاني لحد القرن الرابع أو لحد القرن الخامس، ويعملوا لنا نسختين من المشنة مع الجمنار مع المدراش اللي هيسموها التلمود، هيبقى فيه تلمود الصغير اللي هو
اسمه التلمود الاورشليمي لانه بيتعمل في منطقه فلسطين، وفي التلمود الثاني اللي هيتعمل في بابل وهو الاضخم اكثر من 22 مجلد حاجه زي كده، هو ضخم جدا. وبعد كده هتستمر الكتابات اليهوديه. فاذا يبقى احنا عندنا طوائف، الطائف دي من اليهوديه انقرضت، فضلت المدارس اللي هي الفريسيه ومن خرج منها، ومنها المسيحيه، المسيحيه على اشكالها، المسيحيه اليهوديه والمسيحيه اللي بثقافه هيلينستيه بياسسها بولس، اللي بتاخد جزء كبير من تصورها للمسيح من الفلسفه الافلاطونيه المحدثه والفيثاغورسيه المحدثه والديانات السريه اللي هي قائمه على اله صغير، اذا كان اورفي اذا كان مصرى، اللي بيموت ومن خلال طقس معين احنا بنموت معاه، فهو لما بيقوم زي كل التموز، يعني ديانات موجودة قديمة جدا، هنلبس المسيح على واحد من الآلهة دولة فيبقى مات وقام، احنا نرتبط به في موته يبقى هنقوم معه. ودي كلها ديانات مرتبطة بالشمس، عشان كده حتى المسيح سموه شمس البر والكلام ده كله، وبقى إله محارب بصفته إله شمسي، عشان كده هو قسطنطين بيلاقيه بيقوله بالعلامة الصليب هذا تغلب. وعشان كده كمان ان هو مرتبط بالطبيعة، فزي ما بيجي فصل بيختفي فيه الحياة في فصل الشتاء اللي هو الموت، وبقيامته بيطلع الربيع، فالمسيح هيلبس هذا الجانب الوثني اللي في الديانات السرية الهيلينية اللي بدأت تسود مع الأفكار اليهودية اللي على رأسها التعصب. فيبقى احنا كده هو ليه اليهود بدا اضطهادهم، اولا بدمار الهيكل، محاوله ثانيه للعوده كانت هتيجي مع جات من مصر 115 117، تراجان راح ينتصر عليها الامبراطور. بعد كده الحركه الثالثه هي حركه اللي هو باركوبا ابن النجم من 135 ل 37، وهنا هيطرد اليهود من اورشليم مش من كل المنطقه، دي برضو من الاكاذيب الكبرى اللي حتى هيستخدمها اليهود فيما بعد. لكن اليهود فضلوا في المنطقة، ولما دخل المسلمين أغلبهم أسلم، زي ما احنا قلنا في حالة الأندلس 80% من يهود الأندلس أصبحوا مسيحيين. فالنهاردة لو احنا عملنا تحليل جيني للعرب بتوع المنطقة واليهود بتوع المنطقة، هم من نفس الأصل، ده مش عرق وده مش عرق، مع اختلاف طبعا، لان هو يعني هيبقى فيه اختلافات طفيفه جدا. عشان كده فكره حتى ان في جين يهودي ده من ضمن العبث الكبير جدا ده. يبقى راحت الدوله بتاعتهم، فاصبحوا موجودين داخل فلسطين او خارجها ولكن بلا دوله بلا قياده سياسيه، فاصبحوا ملطشه للكل. يبقى ليه اليهود حاله استثنائيه؟ لان الاسلام لما طلع عمل دوله وعمل قوة سياسية وسلاح وجيش وكلام زي كده هو، وكان دايما ليه مناطق هو اللي سايد عليها، لم يتعرض لما تعرض لليهود ولا المسيحيين، لأن المسيحيين كانوا يعيشوا عيشة اليهود، ولكن كان المجتمع الوثني أكثر تسامح رغم كل ادعاءات الاضطهادات المبالغ فيها اللي لها أسبابها السياسية وليها أسبابها المختلفة اللي مش عايز ادخل فيه دلوقتي، منها ان هم كانوا بيفرحوا في كل خراب منتظرين عودة المسيح، فبالتالي مكروهين. ومن ترك كتابات زي تاسيتوس او اللي هو المؤرخ او سيوتون او دون كاسيوس كانوا، ولا حتى يعني حتى بلين الصغير لما بيتكلم عن المسيحية بيتكلم عنهم ان جماعة مشبوهة مخيفة اعداء للجنس البشري الى اخره، لتهم اتهموا بها المسيحيين، منها فرية الدم اتهموا بها المسيحيين، اللي بقى المسيحيين هيتهموا بها اليهود فيما بعد. فواضح ان هو ايه كاس وداير، ان كل ما وقت من الاوقات فيه قوة بيتهموا المختلفين المغايرين لسبب ما او لاخر او لعنصرية بهذا الاتهام. ولكن بوجه عام الوثنيين كانوا حنينين جدا مع اليهود باستثناء في منطقة فلسطين، ولما بدأوا يعملوا ثورات فبدأوا يقلقوا منهم، وكذلك مع المسيحيين كانوا متهاونين. لكن لما قسطنطين متهاونين لما قسطنطين بقى هو الديانة الرسمية، جاء من جاء بعده خاصة سيودوسيوس الكبير وبعد كده سيودوسيوس الثاني وكل الأباطرة اللي بعد كده هو، وحدوا من الوجود اليهودي، وكانت مقتلة
لولا ما طلع قديس اغسطينوس واحنا المره اللي فاتت مش هتكرر، وطلع بفكره كانهم ايه مواطنين من الدرجه الثانيه اللي هياخدها بعد كده المسلمين في فكره ايه ان هم اهل ذمه، وهيطبقوها على مين؟ على المسيحيين اليهوديه والمسيحيه لانهم صاروا اقليات في الشرق. بينما في الغرب يبقى احنا عندنا المسلمين ما تعرضوش للاضطهادات، ليه؟ لان كانت لهم دوله، كانت لهم حكومه وسلطه عسكريه وسياسيه قائمه تحميهم، بل تدعوهم للغزو والفخر والكلام ده كله. بعد قسطنطين، مش مع قسطنطين بعده، لأن قسطنطين كان عامل مرسوم تسامح، هنلاقي الغرب أصبح ليه حدود وأصبحت ليه دولة وأصبحت ليه نفوذ، وكان في صراع بينه وبين البابا، الملوك والبابا والإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى آخره، كانت كلها صراعات ولكن كان لها وجود. اليهود فين؟ اليهود كان ليهم دولة بعد دمار دولة اللي هي موجودة في منطقة فلسطين. حتى اسمها فلسطين ده إمتى بدأ اسم المنطقة دي كلها اسمها فلسطين؟ كانت مع الامبراطور هادريان، قبل كده ما كانش اسمها فلسطين. يعني هادريان بعد تقريبا امتى، سنه كام كده يا استاذ؟ 135 ل 137 اتدمر اللي ما بقي من المدينه، لان احنا قلنا الهيكل اتدمر ايام تيتوس اللي هيصبح بعد كده كان جنرال، هيصبح بعد اللي هو يعني ابن فيسبسيان 70 ميلاديه. الحرب بدات من 66 انتهت ب 73 بالاستيلاء على اخر حصن كان ليهم في مساعده كان قريب من البحر الميت. فكده اتدمر الهيكل. لما قاموا بثوره ثانيه جاء هادريان الامبراطور الروماني من العائله الانطونيه، وهيدمر الهيكل تماما ويحط مكانه هيكل لجوبيتر اللي هيبقى بس مش فاضل غير حائط المبكى. ده من ايام مين؟ ده من ايام هادريان، يعني من 130. وهيمسح المدينة كلها ويعيد تخطيطها على الطريقة الرومانية اللي هو بأكسين والكلام ده كله، ويبقى في الأكروبول بالتقسيم ده. وفي الوقت ده هتتسمى المنطقة كلها بفلسطين، لكن بدون ما يطرد اليهود إلا من المدينة دي، لكن هيبقوا موجودين. اللي بعد كده هيدخلوا في الإسلام في معظمهم على أي حال. في شلمون صاند ليه كتابه اللي هو ليه أكتر من كتاب، هو لي يعني في اخر في المرحله دي يعني اخر كتاب لسه طالع. المهم يعني في كتاب اللي هو ايه اختراع الشعب اليهودي، وفي اختراع ارض اسرائيل، وفي كتاب كيف لم اعد يهوديا. وكيف لم اعد يهوديا دي مهمه جدا، ليها علاقه بعد كده ممكن نتكلم فيها بازاي ان احنا الناس عايزه تتخلص من العبء الديني، يهودي مسيحي مسلم، وما يترتب عليها من اضطهاد واستبعاد وعدم عيش بسلام مع الآخرين. طيب بس هو الفكرة ان هو اني انتهت كموقع عايشين فيه. بعد كده هم كانوا زي ما احنا قلنا مبشرين، اكتر طائفة او دين تبشيري اتعرف قبل المسيحية كانت اليهودية. ولكن الجهلة بتوع النهاردة اللي دايما كل ما انا اقول كده هو يقلوا أدبهم عليا، لأن هم بيشوفوا اليهود النهاردة، وأنا آسف في استخدام إن هم جهلة، بس عشان دايما بيقلوا أدبهم عليا. المهم دايما بيتكلموا على إنها ديانة مش تبشيرية، والدليل على كده إن عددهم في العالم لا يتعدى 15 من بطن أمه من 19 سنة شاف حاجة بيقول التاريخ كله كده هو، عشان كمان برضه جاي من مصادر صفرة من كتب دينية وتراث ديني متخلف. طب المهم طيب، فكانت أكبر ديانة تبشيرية، حتى إني بحسب يوسيفوس اللي مات سنة 195-100 ميلادية بيقول إن عدد اليهود كانوا في فلسطين من 1.5 مليون ل2 مليون، دي فيما مبالغة، هو ممكن يعني ما يزيدوش عن مليون في القرن الأول، لكن كان عدد الأشخاص اليهود اللي هم قلة منهم اللي هم خرجوا من منطقة فلسطين، ولكن الأكثرية كانوا من المتهودين، كانوا موجودين في العالم أكثر من 3 إلى 4 مليون شخص. وزي ما قلنا المسيحية لن تبلغ هذا العدد إلا بعد 3 قرون من التبشير، فكان يعني إيه 1-0 لصالح اليهود. وفي انتشارهم انتشروا في كل حتة، في اليمن، في العراق، في فارس، لحد الصين.
وبين البربر وفي كل حته. انتهى، فكلهم كانوا اقليات في المناطق دي كلها، ولكن في دوله مملكه امبراطوريه كانت يهوديه. دي ظهرت في القرن الثامن لما كان في صراع بين البيزنطيين، الامبراطوريه البيزنطيه والامبراطوريه الفارسيه. ففي منطقه اللي هي عند بحر الخزر، في شعب من الشعوب القوقازية اللي شاف كان داخلهم كان في عدد من اليهود وكان في عدد من المسيحيين وكان في برضو ناس بدأت تبقى مسلمة، فخاف ان هيتاكلوا من طرف من الطرفين. ويبدو كان اليهود هم الأكثر انتشارا، فاختار الملك انه يبقى يهودي. ده في القرن الثامن، اختار انه يبقى يهودي واصبح كل الشعب يهود. فدي كانت مملكه عظيمه جدا، مملكه الخزر، اللي واضح ان بعد ما بتتدمر على يد جنكيز خان في القرن ال11 12 بعد كده، هو يعني استمرت قرون لهم مملكه، حتى وان كان فيه في الشتات، ولكن في الاخر في مملكه يهوديه زيهم زي المسلمين بمملكتهم وامبراطوريتهم زي المسيحيين. بس دي مع الجائحة بتاعت جنكيز خان اللي هتنتهي حتى هيدخل لحد بغداد 1258، ان هو هيشيل من على وش الارض المملكة دي، فبالتالي هيتشتت اليهود من هناك، هيروحوا اوروبا الشرقية، ودول اللي عيونهم زرقاء. فمن التبشير ومن بعض الملوك اللي اختاروا الديانة اليهودية، هنلاقي اليهود دلوقتي اي واحد يقول اليهود عرق. حتى اليهود النهاردة اللي الفكرة دي كانت جاية، هنبقى نتكلم عن تاريخها، لكن حتى اليهود النهاردة بيتبنوها عشان يعملوا لحمة، دي خرافة تاريخية، دي أسطورة. لا العرب عرق، حتى العرب مش عرق، العرب كانوا حالة اجتماعية، حالة بداوة، ما لهمش أصل واحد. كل فكرة دي جاية برضو من التوراة، السميين والحاميين خرافات لسه عايشه معانا لحد النهارده. مفيش حاجه اسمها سميين وحاميين والكلام ده، دي اسطوره توراتيه عشان يقسم الشعوب اللي هو شايفها. لكن الواقع مين هم العرب؟ هي قبائل البدويه من اصول ايه؟ من اصول اي حد عايش في البداوه يبقى عربي من المنطقه دي. يبقى الشاسو اللي اتكلم عنهم من قبل 15 14 قبل الميلاد، ان هي تحتمس الثالث، هم العبيرو او الخبيرو، هم سكان المنطقة حالة اجتماعية مش شعوب. لهم جد، ده اصل جد اسمه يقطان، وده اسمه جد اسمه حران، وده اسمه فلتان، وده زرطان. ده تهريج، ده تهريج. قراءة التاريخ بالشكل ده خرافة. العرب هم أعراق يعيشوا على البداوة. طيب انتهت المملكة بتاعتهم، فأصبح كل اليهود اللي صاروا يهود بالتبشير بان كانوا عايشين تحت سلطه اليهود، زي ما شفنا احنا سلطه اليهود خدوا الادوميين والجاليليين وهودوهم بالاغتصاب بالعافيه. او في مملكه رئيسها هيبقى يهودي، ملكها هيبقى يهودي، كلهم يهود. او زي ما قلنا الاقليات اللي جرى تبشيرها، فعشان كده تلاقي فيهم السود وفيهم اللي بيعون زرقاء وفيهم الاشقر وفيهم ان هو في اوروبا مكانه من سكان المنطقة اللي هو ما فيش أي فارق بينهم. الفارق هيتصنع بعدين ابتداء من القرن 12 أو 13 في أوروبا، لما واحد مثلا زي أجوبير الكاتب والأسقف اللي هو كان أسقف لفيليب، لا لويس لبيو، لويس الفاضل لبيو، اللي يبقى جده شارلماني، لما عايز يبقى يميز بين اليهود والمسيحيين، لان في عاداتهم باستثناء ان ده اليوم بعض العادات المختلفه، لكن كان بيتجوزوا من بعض وشكلا ومهن كل شيء زي بعض، لان هم سكان المنطقه تهودوا ودول بقوا مسيحيين، وجاء وقت ما كانش في حد مهتم بالدين، فالامور كانت مختلطه. بعدين هنصنع الفارق ده،
على اساس اختلاف في الدين، ولما بتنتهي فكره اختلاف الدين اللي كانت بتحفز الناس على اضطهاد اليهود هتبدا تظهر في القرن 19 فكره العرق، اللي هي مع كاتب فرنساوي اسمه ارتور دوغونو، دوغونو لانه من عائله نوبل، وده اللي هيكتب في القرن 19 بعد ما كان يعني بعد ما مرت الثوره الفرنسيه وخفت النزعه الدينيه، وان كانت النزعه الدينيه موجوده في كل اليمين المتطرف اليوم، النزعه الدينيه الكاثوليكيه ما زالت موجوده وان كانت مش هي الغالبه، لكن بتظهر فكره العرق لما عمل تريتي كتاب اسمه لينيجاليتي دي راس هومين، يعني عدم مساواة الأعراق البشرية، وأقسمهم إلى ثلاث أعراق، الفوسيونس زي ما احنا مليانين ومتشبعين في الشرق بالعلوم الكاذبة، ده كان واحدة من العلوم الكاذبة اللي هو بناء على مقاس الجمجمة، وحدد إن هم دول من أجناس مختلفة في الجنس، وإن كان يعني عشان هو كان مؤمن قال برضه أصلهم آدم، شكرا، وحواء طبعا شكرا، لكن كان في الجنس الأبيض الآري، في الجنس الأصفر الأسيوي، وفي الجنس الأسود. والجنس الأبيض يعني خلينا يعني هو اللي بيتمتع بالصحة وجمال وعقل، والجنس الأصفر